اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء. أهل بيك معانا يا فندم. ازيك يا فريد؟ كل سنة وسيادتك طيب. اهلا وسهلا استاذ كل سنة سمير. وسيادتك طيب وكل أهالي سيناء وجنوب سيناء تحديدا طيبين يا فندم. الله يخليك الله صباح الخير يخليك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير. يعني بنسأل سعادتك على مدار الاحتفالات أو الاحتفالية بالعيد احنا القومي محافظة شغالين جنوب في سيناء. الاحتفالات اهو، ده في دهب دلوقتي، وبعدين الدهب دلوقتي. مع سعادتك. عندك سيادة المحافظ، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين ناخد من حضرتك فعاليات الاحتفال، حضرتك في دهب دلوقتي. أنا في دهب حاليا. نعم تمام. مزار الاحتفال إيه يا فندم؟ والله طبعا الاحتفال بدأ امبارح، نعم. عارف امبارح ذكرى ال 25 سيادة لرفع المحافظ، العلم على سيادتك معايا على الطاولة. الهواء مباشرة يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، حضرتك معانا على الهواء دلوقتي يا فندم يعني. طيب أوكي ماشي يا فندم. أوكي معلش، بس أنا طبعا في يعني البدو حوالينا وبنحتفلوا معانا في مدينة دهب، ربنا يقويكم يا وبنفتتح فندم. نقطة شرطة اهي ربنا يقويكم يعني يا فندم. مزودة باتنين برج ومبنى وبحمام بدورة مية عشان ولادنا ما يشتغلوش بالطالب، لا يبقوا موجودين وعايشين عيشة آدمية عشان يقدروا يخدموا ويقدروا ينتجوا. فأنا موجود على المدخل ده دلوقتي، وإمبارح طبعا زي ما قلت لكم إحنا كنا بنرفع العلم على طابة بنحيي ذكرى ال 25. تمام. وثم طبعا بنوصل رسالة للعالم إن مدينة طابة مدينة آمنة، مدينة سلام. الكلام اللي بيتقال عليها ده غير مظبوط إطلاقا، الحادث اللي حصل ده حادث عارض. يعني شاركني في رفع العلم قائد قوات متعددة الجنسيات، جه ساهم معانا واشترك معانا. يعني عايز أقول لك يعني الحفلة كانت جميلة، وعدينا وجع الأساس لمجلس مدينة طابة. أنت عارفة إنها كانت قرية نعم بقت مدينة دلوقتي، نعم مدينة قبل يعني كده لها ميزانية، يعني لها رئيس مدينة، يعني لها مديرين بيعملوا طبعا في تنمية المدينة. تمام. ثم يعني تفقدنا قرية بدوية بتعمل فيها 200 وحدة بدوية، مدرسة، مستشفى، مركز شباب، وحدة اجتماعية. يعني دي كلها طبعا إنجازات إن شاء الله هنفتحها السنة القادمة، لأن إحنا بإذن عملنا الله يعني نموذج واحد اللي فقط. هيتم وضع حجر الأساس بالنسبة له هذا العام بإذن الله هيتم افتتاحه. لا هو إحنا حاطين حجر الأساس، بس إحنا كنا بنتفقد إمبارح أحد الوحدات عشان تبقى نموذج يتم تنفيذه. للبدو، يعني نحتذي بيه، لأن هم بعد ساعات بنبني ما بيرضوش يقعدوا في الوحدات اللي إحنا بنبنيها. فأنا خدت رأيهم إمبارح وخلاص اتفقنا على اللي هنبدا الانتاج وهنبدا ال 200 وحده بقى ان شاء الله يشتغلوا، هنفتتح القريه السنه القادمه ان شاء الله. طيب اعرف من حضرتك سياده المحافظ الاجراءات الامنيه، وخاصه بالامس كان يوم يعني مرتقب لانه كان في هناك بعض التسريبات او نقدر نقول انها بقت اشاعات دلوقتي عن انه هيكون في استهداف لكل المواقع وكل والله الجهات احنا بناخد التنفيذيه. هذه التحذيرات على محمل الجد. نعم. واحنا بنشتغل. والشرطه بتشتغل معانا بتأدي يعني 100% بالكامل فقط. وبعدين احنا بنقول بنشتغل من 3 اشهر عشان نعمل نظام مراقبه في مدينه شرم الشيخ، مش عشان الاتوبيس حصل له مشكله، لا اطلاق. احنا من 3 اشهر بنشتغل، بنعمل منظومه امنيه جديده، بنركب كاميرات، بنركب حساسات ضد المتفجرات، بنركب اجهزه داخل مدينه شرم الشيخ، ورفعنا دهب ورفعنا طابه عشان لما نخلص شرم الشيخ ان شاء الله هنشتغل في دهب وطابه. فاحنا بنشتغل وبنأدي اللي علينا وبناخد هذه التحذيرات على محمل الجد وبنبذل اقصى طاقه، والشرطه فعلا موجوده وبنعدي على الكمائن وبنعدي عليهم وبنفتتح كمين ليهم اهو دلوقتي في مدينه دهب. نعم. يعني عايز اقول لحضرتك الباقي ده بتاع ربنا، يعني احنا ما فيش امن 100% كامل. بالتاكيد. يعني بيحصل اختراقات في اسطنبول، بيحصل اختراقات في انجلترا، امريكا نفسها فيها احداث قتل وفي الجامعات والمدارس. يعني احنا بس منظورين، يعني اي حاجه عندنا بس بتسمع في العالم يعني الارض، يعني لغايه اما ان شاء الله يبقى عندنا رئيس جمهوريه منتخب، حكومه منتخبه، برلمان منتخب. ودي هتاخد لها فتره يعني 6 اشهر كده ان شاء الله، وهنرجع نتعافى تاني وترجع السياحه زي ما كانت، نقدر نقول في الشتاء ان شاء الله. باذن تمام. الله. سياده المحافظ، رغم كيد الكايدين، شرم الشيخ هي اكبر او من اكبر المدن السياحيه على مستوى العالم للسياحه العالميه وللسياحه المصريه ايضا. بطمن مع حضرتك على نسبة الإشغالات الحالية سواء كان والله هي السياحة طبعا العالمية أو منخفضة المصرية. 43% أقل من معدلاتها، ممكن تقول 20 25%. وده طبعا ناتج عشان احنا يعني احنا بتعرف يعني لما تيجي دولة بدون أي سابق إنذار تاخد ناسها وتمشي.
ويحجزوا حجوها 14 دولة، وده بيأثر على السياحة. وأنا بنقول لهم قبل ما تسحبوا حد لازم تتشاوروا معانا، ابعت فريق أمني يجي يشوف إيه السلبيات اللي عندنا ويصلح ويقول لنا وإحنا هنصلح. إنما طبعًا دي كلها حاجات موجهة زي ما أنت عارف وإحنا بنعاني، إنما إن شاء الله ربنا هينصرنا في الآخر بإذن الله. إن شاء الله. سيادة المحافظ، سيادتك مع تواصل دائم مع العاملين في هذا المجال ومع كل أبناء محافظة جنوب سيناء، وكان لك لقاءات مع أصحاب البازارات والمشاريع السياحية الصغيرة على وجه التحديد، وكنت ساعتك وعدتهم بأن هناك بعض التسهيلات لتقف الحكومة بجانب هذه أو هذه البازارات الصغيرة في أزمة أو ركود السياحة. ماذا أهم ما قدمته المحافظة والدولة لهؤلاء لهذه الفئة؟ يعني هو هي مجهودات داخليا وخارجيا، يعني احنا كنا بنحضر معرض برلين وكلمنا عن السياحة وكلمنا مع شركات المنظمة للرحلات وطمناهم على الأمن. بنيجي بداخليا بقى طبعا ده مشكلة اصحاب البازارات دول طبعا من محدود الدخل، وبعدين بنروح عامل عقود ب 10,000 وب 20,000 المحل في الشهر، وبعدين دلوقتي صاحب العمل ما عايز فلوسه، طب وبعدين صاحب البازار مش قادر يدفع. بنحاول نحل على قد ما نقدر، يعني حوالي 4 مرات خفضنا لهم الايجار، ويمكن برضو يعني انا ماشي في هذا المستوى دلوقتي، وهنخفض برضه بنسبة معينة بحيث ان احنا نتعافى باذن الله في الشتاء وترجع الايجارات كما كانت ان شاء الله. فدي برضه احنا واخدين بالنا منها وهنقف جنبهم باذن الله، مش هنسيبهم، مفيش حد هيتقفل له بازار ومفيش حد هيتقفل له شغل او مفيش حد هيضطرب، حتى العاملين في السياحة انا متفق مع المستثمرين يتحفظوا عليهم لان دي عملة نادرة الناس متدربة. فيعني احنا واخدين بالنا من النقط دي الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق دايما يا فندم، ونعرف من حضرتك هل هناك مظاهر اخرى تستمر على مدى الايام القادمه بالنسبه للاحتفال طبعا تحرير طابة وعيد المحافظه؟ اسبوع اسبوع طبعا، في طبعا زيارات متتاليه، سيد وزير الاسكان هيجي يتفقد مشروع الاسكان، انا بجي 9,000 واحد. السيده وزيره البيئه جايه تتفقد المحميات ومصنع المخلفات الصلبه، السيدة وزيرة التضامن هتيجي تفتتح مركز الإغاثة في الطور، بكرة في افتتاح مسجد جديد في الطور، احضروا السيد وزير الأوقاف. هناك وزير التعليم العالي هيحط حجر الأساس لأول جامعة في تاريخ الطور أو في تاريخ جنوب سيناء كلها. ده خبر جيد جدا. طبعا. فيعني كلها حاجات احنا بنعملها عشان خدمة ولادنا وأهالينا. وفي الآخر احنا يعني هنحاسب على الكلام ده، والواحد يعني هيسأل انت عملت ايه، لان في الاخر كلنا هنمشي. تمام. يعني بتمنى لسيادتك التوفيق يا فندم. واخيرا عايزين كلمه من سيادتك لابناء محافظه جنوب سيناء وابناء سيناء تحديدا ولكل شعب مصر في عيد جنوب سيناء اللي هو عيد لكل مصر. يعني انا بقول لاهالينا واهالينا البدو وجنوب سيناء واولادنا اللي موجودين بيشتغلوا معانا، القادم احسن ان شاء الله. احنا عاملين مشروعات ب 2 مليار جنيه 2 مليار جنيه السنة دي، وكلها حاجات مستشفيات ومدارس وإسكان وطرق، عاملين حاجات ضخمة جدا، بس المحافظة محتاجة أكثر وأكثر، بس إحنا بدأنا ب 2 مليار وإن شاء الله هيبقى فيه حاجات تانية، والجيش بيساعدنا واقف معانا في حاجات في الأمن، في كاميرات، في يعني في حاجات كتير شغالين في كذا اتجاه، بس هو بيعطلنا شوية التمويل، إنما إن شاء الله هنتعاون وهيبقى في تنميه باذن الله، وبطمنهم على المستقبل. بالنسبه لمصر بقى بطمن الشعب المصري كله على الامن هنا وعلى الامان، وبنقول لهم اهلا وسهلا بيكم، تعالوا زورونا، عوضوا النقص في اعداد السياحه الدول اللي بتحاربنا دي. اشقائنا العرب ايضا بنقول لهم اهلا وسهلا بيكم، احنا مصيرنا واحد، لازم تيجوا تقفوا جنبنا وتساعدونا زي ما انتم واقفين الوقفه المشرفه الحاليه اللي احنا بنشهدها كلنا. سيادة اللواء أركان حرب خالد دفودة محافظ جنوب سيناء، بنشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. أتمنى لحضرتك كل الجهاز التنفيذي كل التوفيق، ودائما في ازدهار مصرنا الحبيبة. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا